خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، موضوع بيهم ناس كتير جدا. في تحذيرات الحقيقة كتيرة من تناول الكافيين الخام في صورة مكملات غذائية كمشروب للطاقة، أو حتى في صورة أقراص بتتباع على وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي رقابة على هذه المكملات. ده طبعا ممكن يشجع الناس على تناولها برغم من أنها تركيبات مضرة جدا بالصحة، وما تنفعش أبدا أنها تكون بديلة القهوة. الحقيقة أن استخداماتها كتير جدا يا مصطفى، في للتخسيس وفي للذاكرة وفي للنشاط والحياة، يعني في قصص كده كتير قوي. ده حقيقي جدا. القهوة تحديدا يعني الدكاترة بيقولوا لنا 2 على أقصى تقدير خلال اليوم، فلما تبقى مركزة بهذا الشكل، وفي منها بيسموه ديث كوفي كمان، وتخش تتمرن بيها، ده هيعمل إيه في القلب؟ في ناس بتبدل ده بعيدا عن السبلمنتس أو المكملات اللي بتخش بيها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن خطورة تناول الكافيين الخام. الدكتور خالد مصلحي أستاذ كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مشرفنا النهاردة على الهاتف مباشرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، زي حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. في تحذيرات كتيرة جدا بسبب الكافيين الخام اللي موجود في المكملات، وبيخش في إطار إن هو نوع من أنواع تنشيط القلب علشان تخش الجيم. أضرار هذا الأمر إيه يا فندم؟ في البداية أنا بشكر حضرتك جدا والأستاذ جمعان إنك كنت طرحت الموضوع ده، الموضوع في غاية الخطورة. بداية احنا ما كناش نتخيل في يوم ان احنا ممكن نتكلم عن الكافيين الخام وانه يبقى يكون متداول في ايد المستهلك، يعني دي تعتبر كارثة حقيقية. احنا طبيعة في فرق كبير قوي بين ان انا اخد كافي او قهوة النبات نفسه، وبين ان انا اخد الكافيين الخام اللي هي المادة الفعالة في القهوة. يكفي ان اقول لحضرتك ان فنجان القهوة فيه 50 ملي جرام كافيين. اللي احنا بنقول ممكن ناخد 1 أو 2 أو 3 بالكتير قوي في اليوم. يعني التوتال بتاعنا بتاع الكافيين كله طول اليوم ممكن يبقى 150 ملي جرام 200 ملي جرام في اليوم. تتخيل حضرتك الكافيين الخام دوت المعلقة منه ممكن يبقى فيها حوالي 3 جرام 2 جرام مش ملي جرام، يعني حضرتك بنتكلم في 1500 ملي جرام. ده شوف حضرتك الفرق بين 50 ملي جرام و 1500 ملي جرام، يعني ما يعادل مثلا 30 فنجان قهوه في اليوم. المعلقه الواحده من الكافيين الخام المتداول بيعادل، فطبعا خطورته كبيره جدا. حضرتك بتقول الخطوره، اللي احنا بنتكلم عن الخطوره بقى، احنا تعدينا مرحله ان احنا بنتكلم عن قهوه، احنا بنتكلم عن كافيين خام. طبعا احنا هنخش في مرحله التوكسيستي او السميه بتاعت الكافيين، لكن الجرعه الزياده من الكافيين عموما بتبقى ليها تاثيرات على الجهاز العصبي، صداع، قلق، توتر، عصبيه، ليها تاثير قوي جدا الجرعات الكبيره من الكافيين على زياده سرعه ضربات القلب وبتعمل رعشه في العضلات وارتفاع ضغط الدم، حتى الجهاز الهضمي ما بيسلمش من مخاطر الجرعات العاليه من الكافيين. في امراض كتير مرتبطه بالعصبيه زي القولون العصبي والارتجاع والتهابات المعده، دي كلها يعني الاثار الجانبيه بتاعه الجرعات البسيطه بتاعه القهوه مش الكافيين الخام بتعمل كده. ما بال حضرتك بقى بنستخدم كافيين خام اللي بنقول يعني قلنا تقريبا 30 فنجان قهوه في اليوم. طب يا دكتور، يعني واحنا بنقول كل هذه الاثار الجانبيه، اكيد يعني شفنا الموضوع، شفنا القهوه الخام زي الكافيين الخام زي ما حضرتك بتتكلم، بيسوقوا له ازاي؟ يعني بيسوقوا له بايه؟ انه يقدر يعمل ايه؟ احنا عندنا صالات الجيم دايما في اعتقاد خاطئ او في ميس اندرستاندينج دايما ان القهوه دي من مشروبات الطاقه او حاجه بتدي طاقه، هي منبهه للجهاز العصبي ما بتديش طاقه. وفي خطوره جامده جدا على الكافيين الخام بالذات، ان هو الناس بتاخده وبتخش مثلا صاله الجيم عايزه تلعب كارديو، الكارديو دوت بيعتمد على ان هو بيزود معدل ضربات القلب بطريقه معينه. طب ازاي وانت داخل عايز تزود معدل ضربات القلب من 70 الكافيين اصلا بيزود معدل ضربات القلب كمان؟ طبعا، فانت اوريدي انت داخل بالكافيين الخام ضربات قلبك 120. يعني انت عايز تزوده من 70 ل 100، انت داخل اصلا اوريدي بالكافيين الخام فوق ال 120، وهيلعب بقى الاكسرسايز. لما يجي يلعب الاكسرسايز بتاعه اللي هو الكارديو هيوصل ممكن يعدي ال 200 و300، وديت ممكن يحصل مشاكل كبيره وصادن ديث في ساعتها على طول، يعني ممكن يحصل موت مفاجئ في ساعتها وتوقف عضله القلب، لان هو واخد جرعات مش موجوده في الكتب. يعني الجرعات دي بقول لحضرتك احنا ما درسناش الكلام ده في الكتب، لان عمرنا ما تخيلنا ان الكافيين الخام يبقى متداول في ايد الناس. فدي مشكله كبيره، وبدايتها كانت دايما صالات الجيم، الحاجات الغير مرخصه اللي بتعمل في بير السلم. ويمكن منظمه الغذاء والدواء الامريكيه حذرت من الكافيين الخام ده من فتره، ورغم كده لحد دلوقتي متداول، والناس مش مدركه ان في فرق كبير جدا من الكافيين الخام والقهوه. يعني في فرق. وعايز اقول لحضرتك حاجه،
الجرعات بتاعه القهوه اللي احنا بناخدها زي ما حضرتك قلت كده والاستاذ مصطفى قال في الاول ان احنا نشرب فنجان او اثنين او ثلاثه ممكن ثلاثه، احنا حتى ديت مفيش حد يقدر يجزم بالجرعه بالظبط. احنا بنقول دايما من 200 ل 300 ملي جرام كافيين في اليوم. التوتال كافيين نعمل حسابنا احنا ممكن نشرب شاي، ممكن نشرب شاي اخضر الكولا فيها الكافيين، كل ده كافيين. يعني التوتال بتاعنا الاجمالي بتاعنا طول اليوم المفروض ما يزيدش عن 200 300 ملي جرام كافيين. تخيل حضرتك دي كمان داخل فيها فاكتور ثاني، مدى استجابه الشخص. في ناس حساسه جدا للجرعات القليله في الكافيين، وفي ناس حساسه مش حساسه قوي للجرعات. يعني حتى الجرعه اللي احنا بنقولها ديت داخل فيها فاكتور بيرسونال اكتر او شخصي اكتر، ممكن ناس من 100 ملي جرام تتعب. طب يعني خلينا نحلل الموضوع 200 ملي جرام 300 ملي من 200 ل 300 ليه؟ علشان انا مختلف عن الشخص الثاني عن الثالث عن الرابع، استجابتي للكافيين مختلفه. في ممكن ناس تتعب انا دلوقتي انا بتكلم على الكافي العادي ما جتش ان احدى المكملات كمان اللي هي غير موجوده اصلا، احنا دخلنا كده في اريا ثانيه خالص. صحيح. وفي ادويه احنا بناخدها ممكن تاثر على تزيد تفاعليه الكافيين. يعني لو حد بياخد برد ادويه برد فيها مشتقات الافيدرين دي بتزيد سرعه ضربات القلب اكتر، فدي لازم نحطها في الحسبان فاقلل القهوه بتاعتي اذا بنتكلم عن القهوه. طيب الى متى هتظل صلاه الجيم او الصلاه الرياضيه جزء كبير جدا منها بعيد عن الرقابه؟ احنا يا دكتور بنشوف كوارث، احنا بنشوف حقن بشباب صغير بياخدها عشان يطلع عضلات، بعد كده بنشوف كرياتين ومش عارف بروتين ومش عارف ايه وهو مش فاهم بياخد ايه ومش عارف ايه، وبنشوف ابطال رياضيين عاملين مسابقات وحاجات عالميه بيموتوا، وبنشوف قهوه بياخدوا فيها كافيين خام مش قهوه بلبن او قهوه معموله بشكل تقليدي. فلغايه امتى يعني اقول لحضرتك هو بدايه المكملات الغذائيه مكانها الطبيعي في الصيدليه مش صالات الجيم. تمام. المكملات احنا ما عدناش بس هي بتتباع في صالات الجيم، في بيع مكملات غذائيه بره الصيدليه. تمام. فطبعا لو هو مترخص هيبقى موجود مكانه الطبيعي على الرف في الصيدليه، فهياخد الريكومنديشن او الكونسلنج او الاستشاره من الصيدلي اللي واقف في الصيدليه قبل ما يبدا ياخده. ويستحسن يبقى فيه دكتور طب رياضي صاله كل جيم، يعني احنا لما نيجي نرخص صاله جيم لازم يكون في دكتور طب رياضي متخصص. ما ينفعش اخد اي حاجه وانا داخل من على الرف في الجيم وابدا اخدها. شكل العلبة بيبقى شيك جدا وشكله مرعب ومغري جدا بالظبط، ومعمول في بير سلم بره. يعني المشكله دي على فكره مشكله عالميه مش مصر بس. يعني الحاجات اللي بتجي لنا فعلا مستورده وعندهم بير سلم بره، وبره بس شويه الوعي زياده بره. يعني الوعي ده وطبعا كلام حضرتك مهم جدا جدا، الرقابه على صلاه الجيم دي البدايه. الرقابه على صاله الجيم والرف اللي بيتحط في صاله الجيم فيه منتجات مجهوله المصدر من امينو اسيد وكرياتينين وي فالحاجات دي كلها. طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش صاله الجيم بس، دلوقتي حضرتك السوشيال ميديا مليان مكملات غذائيه غير مرخصه، والسوشيال ميديا اسرع مننا احنا كواحد متخصصين في الحاجات دي كلها بيوصلوا للناس اسرع. ومش موجوده على الرف في الصيدليه برضو. حضرتك في موضه الايام دي برضو القهوه الخضراء علشان التخدير. ده كان سؤالي بقى لحضرتك يا دكتور. نعم؟ ده كان سؤالي بقى لحضرتك، الجرين كوفي او القهوه الخضراء اللي بتستخدم للتخسيس وبتعلي معدل الحرق في الجسم وبنشوف عليها اعلانات غريبه جدا. القهوه الخضراء لو مترخصه المفروض ان احنا في نفس الجرعه. على فكره الكافيين ما بيختلفش كتير بين القهوه الخضراء والقهوه المتحمصه. الفرق بينهم قليل جدا في نسبه الكافيين. الفرق بينهم بقى بيبقى اكتر في ماده مضاده للاكسده اسمها كلورجينيك اسيد، مواد فينوليه كده. المواد الفينوليه ديت لو زادت عن حدها بدل ما بتحمي جدار عضله القلب والاوعيه الدمويه بتبقى ضرر وبتبقى عرضه انها تكون جلطات. فبرضو الشاي الاخضر والقهوه الخضراء برضو بسمع ناس يقول لك انا باخد خمس ست كوبايات في اليوم. انت اخر كوبايه او اثنين برضو ليه خمس ست؟ جبتوها منين خمس ست كوبايات؟ صراحه رغم ان هي في بتزود معدلات الحرق، ونحط في حسباننا ان الشخص اللي عنده دهون زياده ده اوريدي اصلا الجهاز الدوري بتاعه والاوعيه الدمويه اصلا مش مستحمله، هو عنده ضيق في الشرايين وضيق في الاوعيه الدمويه، فالموضوع مش مستحمل اصلا. فلما بياخد جرعات كبيره من القهوه الخضراء ليه؟ احنا تتحسب من الكافيين بتاع التوتال بتاعي في اليوم واخد مره واحده او في اليوم سواء القهوه الخضراء او الشاي الاخضر. كلمه اخضر خادعه، نسبه الكافيين في القهوه الخضراء والشاي الاخضر زي الشاي العادي والقهوه العاديه ككافيين. الماده المضاده للاكسده ربنا سبحانه وتعالى خالق مواد كتير جدا في القهوه مفيده،
بس في الجرعات المتوازنه، في توازن رباني جوه القهوه، بس احنا اللي بنبوظه بالجرعات الكبيره. زي ما بيقول كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب ضده طبعا. يعني نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد مصلحي الاستاذ بكليه الصيدله جامعه القاهره على كل هذه الايضاحات يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك.